جاك لاكان محلل نفسي فرنسي، ولد في باريس عام 1901 وتوفي فيها عام 1981. اشتهر بقراءته التفسيرية لسيغموند فرويد ومساهمته في التعريف بالتحليل النفسي الفرويدي في فرنسا في الثلاثينيات من هذا القرن، وبالتغيير العميق الذي أحدثه في مفاهيم التحليل النفسي ومناهجه. درس لاكان الطب وحصل على دكتوراه الدولة في عام 1932 في أطروحة عبرت عن سعيه إلى الربط بين الطب النفسي والتحليل النفسي، وقد استطاع خلال الخمسين عاما التالية أن يجمع إلى ممارسته للطب النفسي قراءات واسعة ومدققة في أعمال فرويد وفي حقول الفلسفة والأدب واللغويات والرياضيات. وفي عام 1953 بدأ في إعطاء حلقات دراسية منتظمة في جامعة باريس أكسبته شهرة واسعة، ثم توطدت سمعته بعد نشر مقالاته في كتاب بعنوان كتابات عام 1966. جاك لاكان يعتبر من أشهر المحللين النفسانيين بعد فرويد، وقد ترك خلفه عطاء قيما همه الأساسي استرجاع التحليل النفسي لمضمونه الحق ولمساره الأصوب كما سنهما فرويد وحاد عنهما الخلف بالتجويف والتحريف. وزيادة على النصوص المكتوبة التي خطها لاكان بيده والتي ليست باليسيرة، فإن القسط الأوفر من عطائه كان على شكل تدريس وضب على القيام به بدون توقف لفترة تفوق الثلاثين عاما. ومنذ وفاة لاكان حتى الآن والعمل مستمر على تدوين هذه الدروس الشفوية ثم تحقيقها ونشرها على شكل سلسلة كتب تنقل خطيا ما قاله لاكان في سيميناره المسترسل على مدى ثلاثة حقب متتالية.